اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في البصائر تحذيرات من كارثه انسانيه تهدد النازحين في نينوى بسبب الاجراءات الحكوميه. في المدى 13 رئيس كتلة و11 وزيرا يحملون جنسية مزدوجة. في الهيئة نت لمدة عام آخر الحكومة الألمانية توافق على تمديد مهمة قواتها في العراق. في العربي الجديد ترامب يأمر بزيادة كبيرة للعقوبات على إيران. في كتابات رغم ثبوت الرشوة الإفراج عن أجل شقيق نائبة دولة القانون. في الشرق الأوسط بالصور السعودية تعرض أدلة تثبت تورط إيران في هجوم أرامكو. وفي القدس العربي الهند تحظر السجائر الإلكترونية وسط قلق عالمي من مخاطرها على الصحة. من زاوية العناوين ننتقل إياكم إلى زاوية المقالات، والبداية بهذا المقال وفي مطلعه أشار المركز العالمي للمغيبين الذي يعمل بصورة مشتركة مع الحكومة العراقية بهدف تسجيل أعداد المغيبين والتعرف على هوياتهم، أشار إلى أن التقديرات الرقمية تبين أن أعدادهم قد وصلت إلى حدود 250 ألف مغيب منذ 2014، رقم ولا شك وإن صح فهو كبير جدا، ما يجعل مثل هذا الملف الإنساني مهما جدا وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام. ملف المغيبين في العراق إلى أين؟ مقال للكاتب أحمد عبد الرزاق شكارة نشرته صحيفة المدى. تتسارع وتيرة تقديم البلاغات الرسمية من أهالي المغيبين في العراق، حيث وصلت إلى ما يقارب 6500 بلاغ مضمونها الرئيس يتحدث عن الحاجة الملحة لمعرفة مصيرهم، جلهم في محافظات عاشت احتلال داعش المرير، نينوى، الأنبار، وصلاح الدين منذ 2014، علما بأن هذا الملف قد لا يقتصر على المحافظات المشار إليها، إذ قد يشمل محافظتي ديالى وبابل أو غيرها في مراحل سابقة. وأشارت لجان حكومية وبرلمانية إلى أن العدد تجاوز في محافظة الأنبار 6000 شخص، وفي محافظة صلاح الدين تجاوز العدد 4000 شخص، بينما العدد الأكبر من هؤلاء وفقا لأرقام تقريبية هم من محافظة الموصل، حيث تتراوح أعدادهم ما بين 12 إلى 15 ألف مدني عراقي. إضافة لذلك يشير التقرير إلى معلومة إضافية مفادها أن عشرات الآلاف من عوائل المختطفين أو المفقودين لم يبلغوا رسميا عن مصير أبنائهم نتيجة لأسباب عدة أبرزها أمنية واقتصادية. يضاف لما تقدم أيضا هناك من يعتقد بأن لا فائدة من هذه البلاغات، ولذا تجده مترددا في تقديمها. يعنيني كباحث موضوعي أن أؤكد أن الموضوع تحت أيدينا هو ملف إنساني بامتياز، وليس هناك أي وازعة أو رغبة كي نجعله غير ذلك، وبغض النظر عن أي توجهات من بعض الجهات السياسية هدفها ربما تسييس الموضوع. يقول الكاتب يفترض أن يحظى ملف المغيبين بأولوية قصوى من قبل السلطات العراقية كافة، إلى جانب كل الملفات الرئيسة الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان وحريته الأساسية. الآن إلى مقال منشور في كتابات وفي مستهله لماذا لا يتم تفعيل قانون من أين لك هذا؟ وعلى من يعتمد كبار الفاسدين من حكام الدولة؟ أسئلة طرحها الكاتب هادي جل المرعي في مقاله بموقع كتابات، وجاء فيه في الواقع فإن مناقشة ذلك صعبة وتقتضي الصبر والتضحية وتحمل الفشل في تحقيق تقدم على مستوى الحرب على الفساد، التي هي حرب بين المفسدين أنفسهم وليست بين فاسد وصالح.
الذين وصلوا إلى مناصب عليا ومراتب رفيعة في مختلف القطاعات حتى من غير الفاسدين ليس من مصلحتهم الحرب الكاملة، لأنهم جزء من منظومة الفساد لجهة أنهم عينوا أو رشحوا من قبل الجهات النافذة في الدولة، وهؤلاء لا يستطيعون التحرك ضد أولياء نعمهم، وهم غير قادرين ذاتيا لأن الإطاحة بالكبار من الفاسدين والمتنفذين تعني نهايتهم أيضا. ولا تصدق أحاديث العراقيين عن محاربة الفساد، لأن غالب الناس موالون منتفعون باستثناء قلة لم تستفد ولم تنتفع وربما تمتلك النية الصادقة في المواجهة. فالجمهور الذي يقدر بالملايين والذي يتبع الكتل والزعامات هو جمهور فاسد، لأنه يبرر للفاسدين بدعاوي ومبررات واهية واعتقادات فاسدة. فتجد إن ضحايا الفساد أول من يدافع عن الفاسدين، خاصة مع ظهور دلائل ومؤشرات على فساد كتل وقوى وجهات يعدها الناس محترمة ومدافعة عنهم. لكن ظهر أن زعامات وشخصيات فيها هم من المنتفعين والفاسدين، ولكنهم يعتمدون على جمهورهم السطحي والساذج في تمرير ما يريدون. كبار الفاسدين يعتمدون على صنفين من الناس للمضي بفسادهم دون محاسبة حقيقية، ليبقى الصراع بين الفاسدين لإسقاط بعضهم. والصنف الأول من الناس السذج، وهم بالملايين يتم ترويضهم عبر الدين والمذهب. الصنف الثاني أصحاب المصلحة، وهم كثرة كافرة موالون لأحزاب وقوى فاعلة، وأغلبهم من الذين عينتهم تلك الأحزاب في مناصبهم وجعلتهم أسارى لها. ويضيف الكاتب: في حال تم العمل على إسقاط الفساد فسيكون ذلك مدعاة لسقوط الدولة التي يرى البعض إنها دولة المجموعات الفاسدة وليست دولة الشعب، وبالتالي فلا ضرر من سقوطها، بل سيكون ذلك سببا في الإصلاح والنهوض مجددا، ولأن تلك المجموعات ضمنت ولاء مجموعات بشرية ومجموعات وظيفية وانتمائية وولائية، فهي آمنة على الأقل للفترة الحالية ولفترة مقبلة لا نعلم بالضبط متى تنتهي. أن تقول الحكومة العراقية أن القصف لم ينطلق من العراق وأن القصف أحدث أزمة في إطار ما، فإنه أمر مستغرب حسب حديث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث قال بومبيو صدق على نفيها بومبيو. أما واشنطن فلم تعلق على هذه الكلمات ولم تنشر أي بيان عن محتوى المكالمة ما بين بومبيو والمسؤول العراقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى وقت كتابة هذا المقال للكاتب رافد جبوري المنشور في صحيفة الزمان. تحدث وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر هاتفيا مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري. هذه المرة كانت الصورة معاكسة تقريبا، فقد جاء بيان الوزير الأمريكي ليورد أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو وزير الدفاع أيضا، والوزير العراقي الشمري حول القصف على السعودية، ولم يشمل البيان إشارة لأي وزير آخر من دولة أخرى. في المقابل لم ينشر أي بيان عراقي عن محتوى المحادثة أو حصولها. لا نحاول أن نقول أن القصف انطلق من العراق، فهذا أمر ليس مثبتا أبدا، لا بل وإن واشنطن في تلميحاتها تشير إلى إيران، لكنها تتواصل مع المسؤولين العراقيين. طبعا هناك رأي عام عراقي حساس جدا من هذه القضية ويرفض التورط بها من غير دليل. لنتذكر هنا أن أي جهة عراقية لم تعترف بالقصف الذي حصل في أيار مايو على أنابيب النفط السعودية. نتحدث عن القصف الذي قالت مصادر أمريكية إنه انطلق من العراق ولم يعلق العراق عليه، لكن
بعد ذلك أصدر عبد المهدي مرسومه بدمج الحشد الشعبي في القوات المسلحة. من الواضح أن هناك مطالب وضغوط أمريكية على العراق يجيد العراق حتى الآن التعامل معها، بل وإخفاء جزء مهم منها عن الإعلام، لكن من الصعب أن يستمر ذلك. إيران في المقابل تتمتع بقوة ونفوذ في العراق وتحكم قبضتها على خيوط اللعبة فيه، لكن هناك رفض شعبي كبير في العراق من احتمال التورط في أي صراع إيراني أمريكي. يضيف رافد الجبوري أنه بالرغم من سيطرة مجموعات الحشد الشعبي وتحديدا الأقوى بينها والتي لها علاقة استراتيجية مع إيران على الوضع الميداني في العراق، فإن انخراطها في مواجهة عسكرية ترمي العراق في حرب جديدة ستدخلها في أزمة حتى مع الأوساط المؤيدة لها. الآن إلى مقال آخر وفي مستهله، وهو منشور في العرب اللندنية. من زمن طويل ونحن نعرف جيدا أن الحركات والأحزاب والميليشيات تبرع في زراعة الحشيش والأفيون والخشخاش والكوكايين، وتتقن تهريبها وبيعها وترويجها في بلاد المسلمين والنصارى واليهود من أجل الحصول على المال الكافي اللازم لشراء الصواريخ والكواتم. كان هذا من نصف قرن أو يزيد، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تعلم إلا قبل أيام بأن حزب الله اللبناني يحصل على تمويله من تجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية. مقال للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. كأنها لم تسمع بأن سهل البقاع اللبناني صار منذ عام 2012 مملكة حزب الله المغلقة المحرم دخولها حتى على الحكومة اللبنانية لتنفيذ قوانينها التي تمنع زراعة الحشيش وتصديره إلى دول الخليج العربية وإلى سوريا والعراق. والمعروف والثابت والموثق أن سهل البقاع ينتج ما يصل إلى 1000 طن من القنب سنوياً، وما يتراوح بين 30 و50 طنا من الأفيون الذي يستخدم في صنع الهيروين. وقد نجح حزب الله بالتفاهم مع نظام الأسد في تحويل سوريا إلى سوق كبيرة لبيع المخدرات وإلى محطة إعادة تصديرها إلى دول الجوار. وقد تضاعفت زراعة المخدرات في مناطق حزب الله بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حتى أصبح لبنان عالمياً أهم مصدر لزراعة المخدرات وتسويقها. ويقال إن شخصيات قيادية عليا في حزب الله ومراجع دينية موالية له قد أفتت بجواز زراعة المخدرات وتصديرها وبيعها إن لم يكن فيها فساد. أما إيران في ظل دولة حسين هذا الزمان علي خامنئي كما يزعم حسن نصر الله، فتعتبر واحدة من أهم الدول المنتجة والمهربة للمخدرات، فهي أكبر مشتر ومصدر للأفيون الأفغاني. يضيف إبراهيم الزبيدي: ترى أي دين هذا الذي يبيح تخدير الناس وإتلاف عقولهم وتخريب قلوبهم واختلاس أموالهم؟ الآن إلى المقال المنشور في العربية الجديد. لا تكف الثورة السورية عن توليد مزيد من الوقائع المدهشة في غرابتها وشذوذها، وكانت منظمات إنسانية قد اتهمت الأمم المتحدة بالتورط في هذه الجرائم بسبب تقديمها إحداثياتها للسلطات الروسية لتجنيب المشافي القصف. ولكنها أي الأمم المتحدة بدلا من أن تعتذر للسوريين قررت طمس مسؤولياتها ومسؤولية الروس معا من خلال تشكيل لجنة خلبية، وصفها المتحدث باسم الأمين العام بأنها لجنة تحقيق داخلية. عن دور الأمم المتحدة في سوريا كتب برهان غليون في صحيفة العربي الجديد: من الصعب أن يتصور المرء رداً للأمم المتحدة على خرق المواثيق الدولية والاستهانة بحياة المدنيين السوريين وبمصير الجرحى والمصابين أكثر هزالاً مما تفتقت عنه عبقرية خبرائها القانونيين. ومن الغريب أن يقبل أعضاء اللجنة من رئيسها الجنرال النيجيري شيكادي بيا والمسؤول السابق في الصليب الأحمر الدولي السويسري بيار ريتر المشاركة في مهمة هدفها الرئيس التغطية على الحقيقة وإخفاء
وبرئها عن الرأي العام والتستر عليها، والسماح لروسيا بالاستمرار في انتهاك حق الشعب السوري في السلام والأمن وحق المدنيين السوريين في حماية دولية فشل المجتمع الدولي في تقديمها لهم منذ سنوات. لم تبدو الأمم المتحدة خائرة القوى وفاقدة للتأثير كما بدت عبر تشكيل هذه اللجنة الفارغة من المعنى، وليس من المبالغة القول إن هذا القرار على ضائلة أهميته، بل بسبب ذلك قد كشف عن عورات المنظومة الدولية السياسية كما لم يفعل أي فشل لها في تدخلاتها الكثيرة السابقة. فكيف لمنظمة دولية معترف بها وصية على السلام والأمن دوليين واحترام الحقوق الوطنية والإنسانية أن تقبل بأن تكون أداة للتغطية على جرائم ضد الإنسانية واضحة كالشمس، وما الذي يجعلها تجبن أمام تأدية واجباتها وتضحي بهيبتها ورصيدها المعنوي والأخلاقي مراعاة لسلطة احتلال لم يظهر مرة واحدة عطفا على ضحاياه أو اهتماما بمصير من يدعي مساعدتهم على الخروج من الحرب وتحقيق السلام؟ ويتابع برهان غليون: لا يمكن لعاقل ألا يشعر بالأسى والحزن على تضييع هذه المنظمة الدولية الكبرى هيبتها ورصيدها، ولن يكون لهذه الخسارة سوى نتائج كارثية على الحياة الدولية وبشكل خاص على الشعوب والجماعات الضعيفة التي تتعرض إلى أشكال مختلفة من القهر والاستبداد والعنف. الآن إلى صحيفة نواة التونسية، وفيها: بعد أن دعا إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية سنة 2014، يتصدر اليوم مدرس القانون الدستوري قيس سعيد النتائج الأولية للتصويت في الانتخابات الرئاسية. عن مسيرة قيس سعيد كتب سميح الباجي مقالا في صحيفة نواة التونسية: وسط زحمة الأطروحات السياسية وأسطول الخبراء التقليديين في جميع المجالات الذي احتل وسائل الإعلام المختلفة، سنة 2011 ظهر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ليدير إليه الرقاب منذ الوهلة الأولى. الكثير ممن تابعوا مداخلاته حينها لم يتبقى في أذهانهم سوى صوت اختلفت طبقته وخطاب منتقى بعناية بالغة وشخصية جمحت تماما عن السائد. بعد هذا الظهور وما تركه من انطباع لدى الناس، سيكون لقيس سعيد طيلة السنوات اللاحقة حضور لافت في الشأن السياسي. كانت سمته الأبرز الوفاء لإطلالته الأولى بما أثارته في آن واحد من جدل وسخرية وافتتان. أينما حل يبرر أستاذ القانون الدستوري قراره بالتخلي عن تعففه عن الانتخابات مستشهدا بالآية 216 من سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تبرير لا يقل إثارة للجدل عن مواقفه السابقة من مختلف الشؤون والأحداث السياسية التي مرت بها البلاد منذ سنة 2011. فمنذ خروج بن علي صار للقانونيين حضور طاغ في المشهد الإعلامي، ومع توغل العمل السياسي شيئا فشيئا في التفاصيل التقنية القانونية، ليكون المثال الأبرز وجود 32 محاميا ضمن تركيبة مجلس النواب الذي أفرزته الانتخابات التشريعية سنة 2014. نضيف الكاتب سميح الباجي: ولكن الأكيد أن قيس سعيد وهو يجهز نفسه للدورة الثانية من واقعة الانتخابات الرئاسية قد وجد تذكرته المناسبة، لا لركوب قطار السياسة في تونس، بل للتوجه رأسا إلى القاطرة معولا على أصوات الناخبين. الآن من المقالات التي اخترنا لكم من الأخبار المنوعة، والبداية بهذا الخبر: إن كنت تريد أن تعرف ماذا يوجد في سيارات الشرطة أو الإطفاء أو غيرها، فهناك تحد جديد ظهر في عدة دول حول العالم من شأنه أن يجيب عن هذا التساؤل. ومن خلال التحدي تقوم طواقم هذه الخدمات بتصوير كافة محتويات سياراتهم من أعلى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأ هذا الاتجاه من إحدى الدوريات المرورية في مدينة زيوريخ بسويسرا بوضع كل الأدوات من داخل سيارة الدورية في ترتيب متوازن، مثل الأقماع والملابس الواقية لتبدو بشكل منظم.
ثم تصويرها من أعلى. ونال هذا التحدي آلاف الإعجابات من متابعي الشرطة في سويسرا، وأطلق عليها التحدي اسم تيتيريس. وقالت ريبيكا تيلين مسؤولة الصحافة في شرطة زيورخ لصحيفة الجارديان: كل يوم من أيام الأحد أقوم بنشر صورة مثيرة أو لطيفة أو مضحكة عن الحياة اليومية للشرطة على فيسبوك وإنستغرام. وتابعت تيلين: إنه يتم التقاط الصور في غير أيام العمل، وقد تم نشر صورة في التحدي بمشاركة شرطيين، والتقطت الصور بواسطة طائرة من دون طيار. الخبر الأخير، وفيه أعلنت شركة جوجل عن إطلاق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء والموضة الفرنسية إيف سان لوران، وتحمل العلامة جاكارد. وجاكارد هو من المشاريع التجريبية التابعة لجوجل والتي تركز على العتاد. وتم إطلاق هذا المشروع بهدف جعل منتجات الحياة اليومية من ملابس وملحقات أكثر ذكاءً. وأوضحت الشركة أن حقيبة الظهر الذكية سيت أي تحمل علامة جاكارد المدمجة في حزام الكتف الأيسر لحقيبة الظهر، ويتصل الجزء المزود بشريحة مع تطبيق جوجل جاكارد عن طريق تقنية البلوتوث. وتدعم هذه العلامة العديد من الإيماءات، حيث يمكن المسح عليها لأعلى أو لأسفل أو أن نقرأ المزدوج. ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مباشرة من أجل القيام بالوظائف المختلفة والتواصل مع المساعد الصوتي جوجل أسيستنت. وأعلنت جوجل أن حقيبة ظهر الجديدة تتوفر في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 995 دولارا أمريكيا. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم وإلى اللقاء.